خديجة تتألم، خديجة تتألم، الله اللي عنبيها على قبل الأخت هيلا تتألم اللي كل واحد ألم ما نقولش لك الليل مكيناش الليل مكيناش 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 وما البارح يسألم سيقول يا قلبي غادي يتفرقع والبارح يسألم سيقول يا قلبي غادي يتفرقع غادي يتفرقع وكي يتكالي جلي وكي يضرب بصداري وانا ملقيتش لي جد انا ما عرفتش غادي نقول لك والله ما عرف مش هيلين كرام الله إلا دخت وحق الله العظيم وات انا انسان انا بنادم حرقة مسكينة أخوها أروع أخت خيفة علي 44 سنة ما تزوج ما عنده وليدات في لحظة من اللحظات تتصاب مرض القلب كنشوف في قضية يضيع من بين يدينا والجد ما لقيناش الجد لا جد الله ندوست مع الفيديو تأثرت فيه بشكل كبير بكيت فيه وكان مبدئيا كنشوف من الصعوبة لأنه مبلغ 9 مليون ليس بالأمر السهل أنه مبلغ 9 مليون ليس بالأمر السهل إلا أن المغاربة لهم رأي آخر إلا أن المغاربة لهم رأي آخر صراحة والله العظيم أنا غندوي بدرجة يعجز اللسان على الكلام مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى معايا الأخت خديجة أخت خديجة عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها كانت في العنوان وضعنا لها أروع أخت كانت كدير المستحيل والحب ديالها الأخ ديالها اللي تصاب مرض ديال القلب وكانت عملية ب9 مليون أنا دوست مع الفيديو تأثرت فيه بشكل كبير بكيت فيه وكان مبدئيا كنشوف من الصعوبة لأنه مبلغ 9 مليون ليس بالأمر السهل إلا أن المغاربة لهم رأي آخر صراحة والله العظيم أنا غندوي بدرجة يعجز اللسان على الكلام ما عرفتش شنو غادي نقول في لحظة من اللحظات في حوالي أسبوع من الوضع ديالها تيغيروا ليها ما هو أحسن وحاليا الأخ ديالها اللي 44 سنة ما تزوج ما عنده وليدات هو كاين في المصحة وكيدير في العملية ديال القلب تبعوا معايا وما عرفتش شنو نقول لك أنا فرحتيني والله يفرحك ويفرح كاع المغاربة اللي يفرحوك عاودي لي شنو اللي وقع السلام عليكم كنشكر الاخ يوسف بزاف كنشكره من وراء الفيديو اللي دزنا فيه الناس تعاطفت معنا والناس اتصلت بينا وكنشكرهم وكيشكروا الاخ يوسف بزاف واحد الرساله قالوا لي وصليها ليه انه ملي شافوه كيبكي حتى هما تاثروا بزاف وقال حنا ما كنبغوش الاخ ديالنا يبكي وانا كنشكر المغاربه كلهم اللي داخل الوطن وخارج الوطن انهم تعاونوا معنا وما كنا كان عندنا هذا المبلغ كناش متوقعين ان غنوصلوا لهذا المبلغ اللي وصلنا ليه وبالفضل الله وفضل المغاربه كنشكرهم بزاف في داخل الوطن وخارج الوطن وانا فرحتي كبيره ان خويا غادي يدير العمليه ويدير خويا العمليه ان شاء الله ويديرها ويخرج بسلام والفضل تيرجع الله والاخ يوسف والناس كلهم وانا كنشكر كاع الناس اللي عطاو ولو القليل ولو الكثير والناس اللي وقفت معنا ولو بالدعاء ولو بكلمه طيبه ولو بتقليل ولو ما عطاش كنشكرهم بزاف 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 اللسان ديالي عجز على الفرحه لانني ملي شفت خويا دخلته وشفته وحطيته في المصحه وبدا كيتعالج والطبيب قال لنا خاصكم تديروا العمليه بسرعه فرحت بزاف وكنشكر الله على هذه النعمه اللي في المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن وانا فرحانه بزاف فرحانه واحد الفرحه لا تصور والحمد لله والحمد لله باقي الخير في البلاد وباقين ولاد الناس وباقين ولاد البلاد باقي فيهم الخير يعني انت معايا ما توقعتيش تجمعي في اسبوع توصلي بعد 7 مليون لا ما توقعناش نجمعوا في هذا الاسبوع صراحه ما توقعناش واحد الفرحه ما نقولش لك فرحه ما تصورش ما توقعناهاش قلنا احنا غنبقاو نتسناو والحمد لله كان ربي استجب الدعاء ديالكم الناس كتشكرك بزاف وانا كنشكرك بزاف من هذا المنبر هذا كنشكرك بزاف والناس كلهم تاثروا بالبكاء ديالك والحمد لله والحمد لله والحمد لله والشكر لله والله ما عرفتش نقول لك وحق الله الخير 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 زين واخا غادي تعاودي ليا انا غنبسط انا وياك في النقاش غادي تعاودي ليا ملي جبتوه دابا راه كاين في الكلينيك شنو اللي كيدار ده
دابا جينا نهار الخميس تزاد عليه الحال، جبناه للمصحة قال لنا خصو يدخل. صراحة كاين العناية، كاين الاستقبال، كاين مزيان، كاين العناية، مرض ديال لي البال وصافي. قالوا لنا دابا العملية غادي دار ليه إن شاء الله، وقلنا نتمنوا الخير. وصراحة ما نقولش لك آمنا الله في كبير في المغاربة، ما عرفتش اش غادي نقول لهم. الله يرحم ليهم الوالدين، والله يجازيهم بخير، والله اللي غادي يخلصهم. انا واخا ما عادش غنقول لهم، الله اللي غادي يخلصهم، وتنسى الله اللي غادي يخلصك. يعني هو دابا الحمد لله في المراحل، دابا اللي غادي يدير العمليه كاين في الكلينيك. لا كاين في الكلينيك ومجدين، وان شاء الله كانت غتكون العمليه ان شاء الله اليوم، وقالوا لنا حتى الغدا ان شاء الله عاد غتكون العمليه مع الصباح. واش كان خاصو الدم؟ لا ما قالوش لينا، قالوا لنا دابا الدم كاين قليل، غادي خصنا الدم غدا ان شاء الله. قال لي يكون الخير، قالنا غدا الصباح تكون العمليه في الصباح. والله العظيم الا فرحت معك، وغادي نختم في الكلام اللي قلتي، لانه هذا الشيء اللي كيدار هذا هو الكنز اللي عند رب العالمين. الله يوفقك اختي يا ربي، وانا فرحان معك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا. والله العظيم الا اثر علي هذا الكلام، لانه كلام نكون واقعيين، يعني كان مبلغ ديال 9 مليون صعب شيئا ما، ولكن قوة الله عز وجل وحب المغاربة دخلوا الفرحة والسرور لهذه الأخت اللي كان عطيها. أنا أروع أخت تناضل بشتى الطرق للدفاع الأخ ديالها، وهذه بطبيعة الحال من الخصال الرائعة ديال المرأة المغربية. مشاهدينا الكرام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر قوم من أمتي على منابر من نور، قوم تخشعل لهم الأبصار، ما هم الأنبياء، ما هم الصديقين، ما هم من الشهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. صدق رسول الله. مشاهدينا الكرام، أنا دوري إيصال صوت هاد الناس المغاربة والمغاربة اللي كيألمني بشكل كبير، وفي جانب ديال الفرح أنه كيوضعوا فيه واحد ثقة كبيرة، رغم أنني لا صلة لي بالمال، المعاملة تكون بين المحسنين وذاك المحتاج، ولكن الفرح والسرور وهذا الشاب اللي دابا كيدير في العملية نقدوا الحياة ديالو، يعجز الكلام، يعجز اللسان على الكلام. مشاهدينا الكرام، مبلغ بسيط ديال 2 مليون تنطلب الله عز وجل وجل المغاربة، كل من ساعد الأخت يربط بها الاتصال باش تكمل هذا المبلغ، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.